حين أشتم رائحة عطر أبي الذي يصر على التطيب به، أتأرجح بين الفخر والغيرة. رائحة جذابة مميزة تعذبني، وفي الوقت ذاته تجعلني أحلم برجل يتطيب بالعطر نفسه لكي يجعله جذابا مثله. كم تؤلمني رائحته حين نفترق، لا أستطيع أن أبرح مكاني، لكني ألتفت لأراقبه يبعث إلي النفحة الطيبة ويزيد من ثقته بنفسه، وهو ينزل على الدرج وحركات يده وطريقة جلوسه بثقة، حتى ملابسه التي تغيرت لتتماشى مع عطره توحي لي بأنه لم يتعد 30 من عمره رغم بلوغه 50. تساعده على الإيحاء بصغر السن قامته القصيرة وجسده النحيف وشعره الذي يرفض أن يشيب وروحه الشابة وخفة ظله. إنه أبي، هذا الرجل الجذاب الأنيق الجميل، لذلك أفتخر. لكن حينما تمر أمي وترمقه بهذه النظرة التي تملأها الريبة، يصيبني بالإحباط. حين تعلو الضحكات وهو يتحدث عبر الهاتف، أرتبك وأغار عليه كثيرا. أشعر برغبة في كسر الهاتف وغلق باب البيت حتى لا يستطيع الخروج، ولا تشتم أي أنثى رائحة عطره. وقبل أن أقدم على غلق الباب دق الجرس، ودخلت إحدى صديقات أمي تلقي السلام وهي تختلس النظرات إلي. أعتقد أنني قادرة على قراءة ما بداخلها من تعبيرات وجهها، فقد بدا العطر يشعرها بالضوء وتفقد السيطرة على نفسها وهي تركز نظراتها عليه. أرغب في الصراخ بصوت عال، هذا الرجل الوسيم هو أبي، ويبلغ من العمر 50 عاما. علامة الغضب ترتكز بين عقدة حاجبي وأنا أنظر إليها. انتبه لغضبي، جلس بجواري وأمسك يدي، ابتسم لابتسامته الهادئة الدافئة، قبل رأسي حتى انحلت عقدة حاجبي وسلم وغادر المنزل، ودقات قلبي تلحق به على الدرج في محاولات عدة لمنعه من الخروج، حتى توارى عن أنظاري. نص للكاتبة نهى صبحي. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.